السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة. قال مسعفون إن قصفا لقوات النظام أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص في آخر جيبة للمعارضين في شمال غرب سوريا. يذكر أن كان هناك اتفاق روسي تركي على هدنة في سبتمبر. عدد القتلى جراء هذا القصف هو الأعلى في شمال غربي البلاد منذ شهور، وفقا لما ذكره الدفاع المدني الذي يعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب هناك. أثارت سيطرة جبهة تحرير الشام على أغلب أراضي إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غربي سوريا الشكوك بشأن مصير اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة نظام الأسد وبين تركيا. مشاهدينا الكرام، حول حقيقة ما يحدث في مدينة إدلب وحقيقة سعي نظام الأسد لإفشال الهدنة هناك، يسعدنا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو سعادة العقيد أحمد حماد، الخبير العسكري والاستراتيجي. سعادة العقيد مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك. أهلا بك سعادة العقيد. إذن ملايين تعيش في مدينة إدلب، هذه المنطقة المحررة الكبيرة. كم هي الأعداد بالتحديد؟ لأن هناك كثير من التقرير تتحدث عن 3 ملايين أو ما يفوق 3 ملايين أو ما يقارب 3 ملايين. كيف الأعداد الحقيقية؟ الأعداد الحقيقية في مدينة إدلب، أعداد المدنيين، وكيف يعيشون حياتهم اليومية؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. المنطقة المحررة اليوم هي بقايا الثورة السورية في هذه المنطقة، يعني كل المهجرين الذين رفضوا الانصياع لإرادة الروس ولإرادة النظام وللتسويات بين قوسين الخيانات التي تمت في كل المناطق السورية، تم تهجير هؤلاء ليسكنوا في هذه المنطقة المحررة. هذه المنطقة بحدود 12,000 كيلومتر مربع، هي كامل محافظة إدلب إلا قليل منها من الجهة الشرقية، منطقة ناحية أبو الظهور. نعم. وهناك الريف الشمالي والغربي لحماة، وكذلك الشرقي يعني منطقة جبل التركمان والأكراد من ريف اللاذقية، بالإضافة إلى ريف حلب الغربي. هذه المنطقة بمجملها اليوم في آخر إحصائية يعيش فيها أكثر من 4,700,000 نسمة. أكثر من 2 مليون نسمة هم من المهجرين، ما يقارب 5,000، ما يقارب 5 مليون إنسان يقيمون في هذه المناطق، ليس 3 ولا أقل ولا أكثر بقليل، 5 مليون. آخر إحصائية 4,700,000 وبحدود 80,000 نسمة في هذه المنطقة. طبعا يعيشون حياة تعيسة. المحافظة والسكن في هذه المنطقة لا يستوعب هذه الأعداد، لذلك نرى هناك سلسلة كبيرة من المخيمات العشوائية تمتد من دير بلوط وحتى ريف اللاذقية، مرورا بالأراضي الزراعية. يعني المنطقة الشمالية من إدلب اليوم لم يتبقى فيها أرض زراعية. يعني إذا ذهبنا إلى أطمي كان عدد سكانها قبل الثورة بحدود 5,000 إلى 6,000، اليوم 200,000 نسمة. ناحية الدانة بحدود 100,000، ناحية الدانة كان عدد سكانها اليوم بحدود 500 إلى 600. جراء عمليات النزوح من كل مناطق، النزوح من كل المناطق. والجميع رأى هذه المخيمات كيف تنهار في وجه العواصف والرياح والأمطار. إذن هؤلاء يعيشون حياة بائسة، يعني بالإضافة إلى البؤس الذي شردهم من أهاليهم، من بيوتهم، من أرزاقهم، جعلهم اليوم لاجئين أو نازحين حتى لو كان داخل الوطن. بالإضافة إن طائرات النظام والروس والمدفعية والصواريخ تلاحق الجميع. يعني بالأمس مجزرة في معرة النعمان، 13 شهيد، أكثر من 27 جريح في سوق شعبي، يعني في منطقة معينة. سبق عدة مجازر في الرفة، في جرجناز مجزرتين، هناك استهداف للأفران، للمشافي، في كل هذه المنطقة المحررة. عدا عن الماكينة الإعلامية الروسية ولقوات النظام التي تهدد يوميا هؤلاء بالاجتياح وبالقتل وبالعدد كبير من هذه
هذه الـ 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 الويلات يعني التي يقولون بأنها تنتظر هؤلاء السكان. يعني البروباغندا الإعلامية اليوم توجه حملة بأن هذه المنطقة أصبحت تسيطر عليها قوات إرهابية، فيجب تطهيرها من سكانها. تطهيرها من من؟ من سكانها. مع العلم إن المجتمع الدولي الذي وقف عاجزا على منع ترحيل السكان من درعا، من حمص، من دمشق، من الغوطة، من وادي بردة، من الزبداني، بل اشترك في هذه الجرائم الكبيرة التي أوصلت النازحين إلى هذه المنطقة، واليوم يتم تهديدهم بذرائع مختلفة أو بذرائع شتى، متناسين أن هؤلاء المعارضين وقيادة المعارضة السورية، إن كان هناك معارضة حقيقية للثورة السورية، وافقت على كل مبادرات السلام بدءا من جنيف 1، جنيف 2، القرار 2118، القرار 2254، ولكن كل هذه القرارات حبرا على ورق، نتيجة ضعف المجتمع الدولي أمام الإصرار الروسي الذي استخدم الفيتو 12 مرة، والتي استخدم أكثر من 85 ألف غارة جوية ضد الشعب السوري، وما زال بالأمس ضرب صواريخ باليستية على منطقة جسر الشغور، على منطقة الملند، على نعم. وبالتحديد هذه عمليات القصف وعمليات الإغارة تستهدف من سعد العقيد؟ هل تستهدف من يدعون أنهم إرهابيون في هذه المنطقة كما يقول المجتمع الدولي، أم تستهدف المدنيين؟ هم يستهدفون الإرهابيون. لو رأيت الشهداء الذين سقطوا في معرة النعمان تدرك من هو المستهدف. لو نظرت العام الماضي على مجزرة الأتارب وأكثر من 100 شهيد، رأيت ممن يستهدفون. من هؤلاء المدنيين؟ اليوم لا توجد أراضي في إدلب، كلها مزروعة في النازحين وبالخيم وبهذه الأعداد. المجتمع الدولي إذا فعلا أراد أن يحارب الإرهاب كما يدعي، عليه أن يحارب إرهاب نظام الأسد الذي قتل الشعب السوري، قتل أكثر من 1,000,000. اليوم نحن نعيش مجزرة النهر، نهر إقويق، الذي فاض في 29/1/2013 عن 300 شهيد تم قتلهم وتكبيلهم في فروع الأمن الجوية، وتم ظهورهم في آخر النهر في منطقة سيطرة الثوار. إذن اليوم الولايات المتحدة، مجلس النواب ومجلس الشيوخ صوت ولو بتصويت إجرائي على مشروع سيزر أو قيصر، نعم، التي تم تسريب أكثر من 55 ألف صورة، تم قتلهم في زنازين، في كما سمته الأمم المتحدة، في مسالخ النظام كما سمته الولايات المتحدة، في محارق النظام. اليوم لا يوجد وسيلة قذرة لقتل الشعب السوري إلا استخدمها هذا النظام، من السلق في الماء الحار، والقتل صبرا، وبكل أنواع الأسلحة، بكل أنواع الإهانات، بالإضافة للاغتصابات التي تحدثت على الملأ الكثيرات في معتقلات هذا النظام. للأسف الشديد كل هذه الأسباب دعت العرب وبعض الدول العالمية لقطع العلاقات مع هذا النظام، ولكن للأسف الشديد نرى اليوم هناك يعني حركات رمادية تذهب باتجاه إعادة هذا النظام بدعاوي رمادية ليست واضحة، يعني حتى الآن ليست واضحة، يعني ليست واضحة. الأسباب التي دعت إلى القطع لا تزال موجودة، بل تفاقمت بشكل أكبر بكثير. اليوم من يظن أن إعادة هذا النظام إلى الجامعة العربية أو إلى كما يقال إلى حضن العرب بأنه قادر على طرد الإيرانيين فهو واهم. الإيرانيون اليوم ليسوا هم جيش يستطيع خروجه من سوريا، هم إذن منظومة متكاملة دخلت وتسللت ودخلت في تعشقت في كل المجتمع السوري، من الجيش إلى المساجد إلى الجامعات إلى كل مكان. طيب، عودة إلى إدلب بالتحديد سعادة العقيد، وهذه الخروقات وهذه الغارات التي تشهد هذه المدينة على رؤوس المدنيين من قبل النظام، وهذه التحرشات من قبل النظام، أليست إدلب مشمولة باتفاق أو باتفاق هدنة بين تركيا وروسيا؟
عندما بدأت الاتفاقات اتفاقات خفض التصعيد على أثر اجتماعات أستانا في الشهر الثالث 2017 كان هناك 4 مناطق. نعم. إدلب هي المنطقة الرابعة. نعم. أما المنطقة الأولى فكانت الجنوب، حوران والقنيطرة في تلك المنطقة. المنطقة الثانية هي حمص. المنطقة الثالثة هي الغوطة الشرقية. المنطقة الرابعة هي منطقة إدلب. فرأينا بأن هذه الاتفاقات أو خفض التصعيد ما كان إلا محاولة من قبل الروس لكسب الوقت ولتجميع قواتهم لاستخدامها في مكان آخر للسيطرة على الجغرافيا، وثم الالتفات إلى المنطقة التي أبرمت اتفاقية خفض التصعيد بذرائع معينة. الغوطة الشرقية لم يكن فيها لا إرهاب ولا نصرة، بالعكس جيش الإسلام وغيره قاتلوا جبهة النصرة في تلك المنطقة، ولكن لم تشفع لهم هذه القتال أو كل شيء. في المنطقة الجنوبية لا يوجد، هم فصائل اليوم بقيت ضمن نتاج مصالحات هزيلة دفعت إلى سيطرة النظام على هذه المنطقة. كذلك منطقة حمص التي لا يوجد فيها إلا الثور. إذن هم لا يستهدفون بين قوسين الإرهاب كما هم يسمونه، بل هم يستهدفون كل من يحمل البندقية ضد نظام الأسد هو مستهدف. الروس اليوم والمدني هو مستهدف، مستهدف كل الناس مستهدفين، كل من يقول ضد نظام الأسد هو مستهدف. هم يريدون إرهاب الشعب السوري بكامله لكي يرضخ 50 عاما ربما أو ربما أكثر لهذا الحكم الأقليوي الطائفي الذي سيطر على الشعب السوري منذ عام 1963. اتفاق خفض التصعيد لهذه المناطق الأربع التي ذكرت سعادة العقيد تبعه اتفاق العام الماضي، اتفاق تهدئة أو اتفاق هدنة بين تركيا وروسيا حول هذه المنطقة بالتحديد. ما هي خيارات تركيا تجاه هذه الخروقات من قبل نظام الأسد وهذه التحرشات؟ المنطقة التي تم اتفاق سوتشي في شهر أيلول الماضي من العام الماضي هو نظم العلاقة في هذه المنطقة وأدخلت على أثره تركيا 12 نقطة ليست هي قوات قتالية هجومية أو مراقبة، هي نقاط مراقبة. نعم. انتشرت من على محيط المنطقة المحررة، وكانت الاتفاق أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح الثقيل من الجانبين. فنرى بأن الجانب من المنطقة المحررة تم تنفيذ هذا الشق من هذا الاتفاق، وتم إبعاد الأسلحة الثقيلة لكل المعارضة السورية إلى مناطق ما بين 15 إلى 20 كيلومتر وحسب الجغرافيا المنطقة. نعم. في منطقة الغاب 20، في منطقة باقي المناطق 15. إلا أن قوات النظام رفضت تنفيذ هذا الشق وإبعاد قواتها أو أسلحتها الثقيلة، بل اليوم نرى مزيدا من التعزيزات العسكرية بذرائع بأن هناك اقتتال ما بين الفيلق الخامس وما بين الفرقة الرابعة، هذه تابعة لإيران وهذه تابعة لروسيا. ولكن رغم وجود هذا الاقتتال الذي يشمل مناطق التهريب، طرقات التي تؤثر على هذه الشبيحة وهؤلاء الميليشيات، إلا أن اليوم الروس والنظام يستغلون هذه الصورة الإعلامية ليزجوا بمزيد من قواتهم إلى منطقة غرب حماة، وأنشأوا عدد من الثكنات العسكرية في تل صلبة، في جرنية، في سوق هال كورناز الجنوبي، في كازي الدنيا، وأدخلوا قوات مشاة، قوات مدفعية من مدافع 122 مليمتر، من مدافع 130 مليمتر، من مدافع، كل ذلك يعد خرقا للاتفاق الهدنة بالطبع. نعم. من مدافع أكاسيا 152 مليمتر الروسية. كل هذا يعني أن هناك شيء محضر. بالإضافة إذا أخذنا هذه التعزيزات العسكرية بما تترافق به الماكينة الإعلامية الروسية. نعم. التي ظهرت اليوم زخروفا التي تقول بأن الخوز البيضاء الذين يساعدون الناس جراء القصف الذي ممنهج من قوات الروس والنظام وميليشيات إيران، اليوم تقول بأن الخوز البيضاء يحضرون لمسرحية كيماوية وأنهم أدخلوا بعض هذه الأجهزة إلى بعض المشافي. إذن كذلك
ذهبت قاعدة حميميم ولافروف وحتى بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية وقال بأن هناك ما يثير القلق في منطقة إدلب. إذن حتى الآن لا نرى بأن المنطقة المحررة أو المعارضة السورية تقوم باستهداف قوات النظام أو القوات الروسية أو تخرق هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في سوتشي ما بين الأتراك والروس، ولكن نرى بأن الطرف الآخر هو من يخرق هذه الاتفاقيات بحجج وبذرائع واهية. طيب، إذن هنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى فيما يتعلق بخروقات النظام مقابل التزام الثوار بهذه الهدنة وهذا الاتفاق الموقع بين تركيا وروسيا، والنقطة الأخرى فيما يتعلق بحديث الروس عن تحضير لمسرحية كيماوية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، سألتك ما هي خيارات تركيا تجاه هذه الخروقات المتعددة من قبل النظام ومن قبل الروس؟ مجلس الأمن القومي التركي بالأمس اجتمع وأصدر بيانات عديدة بأنه متمسك بهذا الاتفاق وأنه متمسك ببقاء هذه المنطقة بعيد عن المعارك وبعيد عن كل هذه التجاذبات أو الرؤية الروسية نتيجة العلاقات الموجودة ما بين تركيا وإيران، ما بين تركيا والروس. اليوم الروس هناك وفد سيذهب برئاسة خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إلى موسكو لمناقشة هذه المنطقة، وربما المنطقة التي اقترحها الأمريكيون في شرق الفرات ومنبج المنطقة الآمنة. إذن اليوم أي سيطرة جديدة لقوات النظام يعني تمدد الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني، وهذا ما لا تريده عدد كبير من الدول ومنها الدول الإقليمية ومنها الولايات المتحدة ومنها إسرائيل. حتى الروس اليوم بدأوا يشعرون بأن الإيرانيون هم منافسون حقيقيون لهم في الاقتصاد وفي عدد كبير من المواقع السورية. الروس الإيرانيون والنظام وقعوا اتفاقيات عسكرية لإعادة تطوير الجيش السوري وتمديده، وهي اتفاقيات طويلة الأمد. عندما زار في العام الماضي وزير الدفاع محمد باقري سوريا، كذلك هناك لجنة اقتصادية منذ أيام وقعت اتفاقا شاملا بين النظام وما بين الإيرانيون من أجل الاستثمار الاقتصادي بشكل كبير وإعادة تأهيل الكهرباء وغيره، وهذا الاتفاق طويل الأمد ولا يمكن خرقه، يعني هكذا كانت الشروط على السوريين. فمن اليوم يذهب ولكن هذا مسموح به دوليا يعني ساعة العقيد؟ اليوم سوريا أيد مسموح به أمريكيا أقصد بالتحديد. الولايات المتحدة حتى الآن لا نرى بأن لديها استراتيجية واضحة في لمقاومة الوجود الإيراني في المنطقة من اليمن وحتى العراق وحتى سوريا وحتى لبنان. أما نرى تصريحات، يعني نرى جعجعة، نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. فالولايات المتحدة اليوم من يطرد الإيرانيين من سوريا ليست التصريحات وليست التهديدات، من يطرد الإيرانيين هم الشعب السوري نفسه الذي تم تقليصه وتم تحجيمه وتم عدم إعطائه وسائل الدفاع عن نفسه. وخاصة الولايات المتحدة أوقفت منذ بداية 2018 أي مشروع لدعم المعارضة السورية المسلحة. هل يمكن للثوار في إدلب أن يواجهوا هذه الخروقات بهجوم بشكل أو بآخر؟ المعارضة السورية هي كما قلنا منذ البداية بأنها يعني رضيت بكل المشاريع التي كانت تضمن للشعب السوري حقوقه من خلال جنيف ومن خلال حتى أستانا. مجمع الفصائل أغلب الفصائل ذهبوا إلى أستانا من أجل القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب السوري، إلا أن الطرف الآخر غير موجود نهائيا في أي فكرة سلمية أو لتخليص الشعب السوري، وكأن الشعب السوري هو بالفعل عدو لهذا النظام. عندما
ترى بأن هناك 12 مليون مهجر ومليون نازح و600 ألف معتقل هو عدو لهذا النظام؟ بالطبع، لأن هذا النظام لا يمثل هذا الشعب، هو جلب اليوم احتلالات متعددة بالإضافة إلى قتل الشعب السوري. اليوم هناك استهداف تنظيمات للأسد في حاجز زلين، في منطقة زلين، على جبهة زلين من قبل جيش العزة، حيث تم تدمير قاعدة كورنيت ومقتل طاقمة من قبل قوات الأسد. كذلك هناك في منطقة الراشدين قنص عدد من عناصر النظام، وهذا جاء رداً على خروقات النظام المتكررة في معرة النعمان وفي ريف الشرقي. يعني هناك عدد كبير من القرى يتم استهدافها يومياً في الريف الجنوبي لإدلب والريف الشرقي، والردود دائما حاضرة من الثوار من قبل الردود حاضرة، ولكن الثوار لا يريدون التصعيد اليوم، لأن هناك اتفاق. يعني يحترمون هذا الاتفاق، يحترمون الرعاية التركية لهذا الاتفاق، لذلك أي خروقات يتم رفعها إلى الجانب التركي ليتم المناقشة فيها ربما مرة أخرى. ولكن كما قال فاضل كيل، بعد استهداف معرة النعمان، لذلك جاء هذا الرد لكي يعلم النظام بأن هناك قوات معارضة قادرة على إيلام هذا النظام، على توجيه ضربات لهذا النظام. والنظام والروس يدركون بأن هذه المنطقة محصنة بأبنائها، محصنة بقوات تستطيع الدفاع عن هذه المنطقة، لذلك نرى النظام يريد هو والروس خلخلة هذه الجبهة من خلال بعض المصالحات، الدفع بأمور أخرى، ربما تخويف هذا الشعب عن طريق الضربات في ضربات المدن والقرى. نعم سعد العقيد، حديث الروس حول المسرحية الكيماوية التي يحضر لها أو تحضر لها الخوذ البيضاء كما قالوا، هل يعني ذلك بأن هناك تحضير روسي أو تحضير لنظام الأسد لارتكاب جريمة أخرى في إدلب كالجرائم التي سبقت، جرائم الكيماوي بالتحديد؟ لا نستبعد أي جريمة يرتكبها النظام والقوات الإيرانية وقوات الروسية، طالما استخدموا هذا النوع القذر من الأسلحة، استخدموا في خان شيخون، استخدموا 253 مرة تم إحصاؤها بشكل نهائي، يعني ربما أكثر ولكن أقل لا. لكن هذه المرة هناك اتفاق مع الأتراك، يعني هل يمكن أن يعني عندما أن تضحي روسيا بهذا الاتفاق؟ الروس عندما هم لم يتمسكوا يوما باتفاق، لا مع الأتراك ولا مع غيرهم، ولكن المصلحة هي التي تحكم الواقع، واقع أن تطول هذه الاتفاقية أو من عدمه. لذلك اليوم يشنون حرب إعلامية ضد هذه المنطقة. نرى بأن التصريح بماريا زاخاروفا تصرح بذلك، هناك بيسكوف الناطق باسم الرئاسة، قاعدة حميميم كذلك، وزير الخارجية يصرح بهذا، وزير الدفاع يصرح. إذن عدد كبير من المسؤولين الروس وكأنهم الناطقون باسم هذا النظام المجرم في أن هذه المنطقة قلقين من وجود جبهة النصرة، أو قلقين من أجل استهداف المدنيين، وهم من يقتل المدنيين. وخير دليل مجزرة معرة النعمان، اليوم الدم لم يجف في معرة النعمان، واستهدافات اليوم عدد كبير من القرى تم استهدافها في اللطامنة وفي كفر زيتا وفي مجلال وسكيك والمناطق الشرقية في ريف إدلب لتهجير هؤلاء الناس. ربما تحضر روسيا لعمل قذر في هذه المنطقة وينتهكون مرة أخرى هذا الاتفاق كما انتهكوا الاتفاقات السابقة. نتوقف عند فاصل قصير سعد العقيد أحمد حمد، ثم نعود بعده لاستكمال حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أعود وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو سعادة العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. سعادة العقيد مرحبا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. سعادة العقيد، بالنسبة للسيطرة العسكرية على مدينة إدلب بالتحديد بين الفصائل، الفصيل الأكبر هو هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وهي الذريعة الدولية، الذريعة الروسية وربما الأمريكية وذريعة هذه الدول في الذي تحدث بأنهم إرهابيون يسيطرون على هذه المدينة، وبالتالي هناك تحرشات من وقت لآخر. ما هي السبل لنزع هذه الذريعة، لنزع هذا الفتيل؟ هذه المنطقة المحررة، بالطبع هناك دائما كل منطقة مهددة تفرز عدد كبير من أبناء للدفاع عنها، وهذه المنطقة وكل الشعب السوري تم تشكيل فصائل لأولا من أجل الدفاع عن المتظاهرين الذي كانت تقتلهم قوات الأمن وقوات الجيش السوري، وتطور الموضوع حتى أصبحت هذه الفصائل أكبر، وتم دعمها من قبل دول العالم أو من قبل غرفة العمليات الدولية الموك والموم. اليوم ما يوجد في محافظة إدلب هو أكبر فصيل، هو الجبهة الوطنية للتحرير. الجبهة الوطنية للتحرير تضم عدد أو تكتل كبير من الفصائل: صقور الشام، أحرار الشام، جيش إدلب الوطني، الفرقة الساحلية الأولى، الفرقة الساحلية الثانية، جيش التحرير، جيش النصر، فيلق الشام، حتى كانت الزنكي ضمن هذه المجموعة. هذه القوة هي تسيطر على جزء كبير من محافظة إدلب أو من المنطقة المحررة. أما القوة الأساسية في المنطقة المحررة هي هيئة تحرير الشام. كذلك هيئة تحرير الشام هي تحالف، يعني بعد أن قامت جبهة النصرة بفك ارتباطها بتنظيم القاعدة، وحتى يعني بدأت ترفع أعلام الثورة السورية وحتى تتكلم باسم الثورة وباسم الوطنية، يعني لم تعد جبهة النصرة تتكلم عن قفز فوق الحدود، يعني هي تتكلم عن سورية الثورة السورية وهذه المسؤولية. اليوم هي متواجدة، هي من يمسك بشكل يعني بشكل أكبر يعني الوضع الأمني في هذه المحافظة، وتدير المحافظة أو المنطقة المحررة وزارة الإنقاذ. وزارة الإنقاذ مجموعة من التكنوقراط مهندسين، وتضم عدد من الكوادر تقوم بتسيير أمور المحافظة، وعدد كل مدينة أو كل أحياء وكل القرى والبلدات يوجد فيها مجلس محلي منتخب من أبناء القرية يقوم بالإشراف أو بالمساعدة على إدارة هذه المنطقة. طبعا ما يقولون بأنهم يريدون استئصال الإرهاب وغير الإرهاب، هذه المنطقة حاربت إرهاب داعش وما تزال تحارب إرهاب داعش، وليست هي راضية عن وجود عدد من الغرباء الذين يريدون أن يحرفوا الثورة باتجاه معين أو يرفعوا شعارات غير الشعارات التي يؤمن بها سكان هذه المنطقة. إلا أن المجمل هيئة تحرير الشام عدد كبير من أكثر من 90% من مقاتلين هذه الهيئة هم سوريون، ولا يمكن أن يتم قتل السوريين لأنهم يرفعون السلاح في وجه هذا النظام. نحن نقول للمجتمع الدولي، للروس، لكل من يتكلم بهذا الاتجاه، هناك قرارات دولية عليكم أن تنفذوها: انتقال سياسي، لجنة دستورية، انتخابات، وأن يكون هناك الرأي الأخير لصناديق الاقتراع للشعب السوري. هل المجتمع الدولي جاهز لتنفيذ هذه البنود رغم مرور أكثر من 5 سنوات على صدور هذه القرارات منهم؟ الروس استخدموا الفيتو أكثر من 12 مرة، وحتى الآن يتذرعون بزرائع واهية لعدم تطبيق أي اتفاق. هم يريدون الحسم العسكري، يريدون إعادة تأهيل نظام الأسد، يريدون هذا النظام باسم السيادة الوطنية والوحدة الوطنية أن يبسط
سيطرته على كل الأرض السورية، وكأن الواقع السوري هو نتيجة بركان أو زلازل أو تسونامي. والذي يمنعهم الاتفاق أم أن هناك حسابات أخرى سعد العقيد؟ هناك حسابات بالإضافة للاتفاق. اليوم تركيا هي مصرة على تنفيذ اتفاق سوتشي، ونشرت النقاط العسكرية، ولا تزال تدفع بمزيد من القوات من أجل المحافظة على هذه النقاط. هناك ربما في الشهر القادم بشباط، يعني في اجتماع أستانا من أجل هذه المنطقة، بالإضافة إلى هناك قمة ثلاثية ستكون، والاجتماعات التركية الروسية والإيرانية لا تنتهي من أجل بلورة هذه المنطقة والحفاظ على هذه المنطقة من عدم اجتياحها، لأن هذه المنطقة التي تكلمنا بأن فيها قرابة خمسة مليون، أي عملية عسكرية ستؤثر سلبا على، ليس فقط على تركيا بل على أوروبا، سيل من المهاجرين من هذه المنطقة، بالإضافة إلى سيكون هناك يعني وضع إنساني يتفاقم بشكل أكبر. اليوم هناك بعض المنظمات الإنسانية أوقفت عملها في هذه المنطقة بزرائع كذلك شتى، نتيجة ضغوطات الروس أو ضغوطات غيرهم على هذه المنطقة. إذن الوضع الإنساني متفاقم، الوضع المعاشي سيء بشكل كبير، لذلك يعني لا يحتمل هذه المنطقة مزيد من الضغوطات بأعمال عسكرية أو أعمال حربية. هؤلاء المهجرون الذين يسكنون هذه المنطقة تم تهجيرهم على مرأى وعيون الأمم المتحدة ودول العالم، وهجرتهم التهديدات والصواريخ والقاذفات الروسية، لذلك هؤلاء لجأوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد مكان آخر للخروج من هذه المنطقة كقول الروس بأنهم يستطيعون أن يؤمنوا ممر آمن. اليوم المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام غير آمنة، لا توجد بيئة أمنية، لا توجد بيئة معاشية، لا يوجد شيء، يعني حتى المناطق المحسوبة على النظام اليوم تستغيث، اذهب إلى اللاذقية أو إلى جبلة أو إلى طرطوس أو إلى دمشق، إنهم يبحثون عن جرة الغاز، عن اسطوانة الغاز، عن الخبز، عن الوقود، عن اليوم الدولار. اليوم يعني حتى في حضن الوطن الأمور صعبة. أي حضن وطن؟ لا يوجد حضن وطن. اليوم قد يقولون بأنهم انتصروا عسكريا بفضل الروس والإيرانيين وغيرهم، ولكن هم اليوم فاقدون للكرامة. أي كرامة من يبيت على أمام مكان توزيع الغاز؟ ورأينا عدد كبير من الفنانين والمحسوبين على تشبيح الأسد بأنهم اليوم يقولون نريد الغاز، نريد البترول، نريد يعني اليوم راتب. يعني يمكن لحضنة الأسد أن تثور عليه سعد العقيد؟ هذه الحاضنة التي يعني اليوم جزء من التمرد، يعني التحرك الداخلي هذه الحاضنة، لأن بالتالي سينتصرون، ينتصر الخبز، تنتصر الحياة الإنسانية. يعني اليوم راتب الموظف في نظام الأسد بحدود $70، يعني اليوم الدولار ب530 ليرة سورية، الراتب متوسط دخل الراتب للموظف بحدود 35 إلى 40 ألف ليرة سورية، يعني $70 ماذا سيشتري بها؟ $70 شهري. يعني إذا أراد اليوم أن يتنقل مواطن من دمشق إلى حلب مثلا يدفع أكثر من نصف هذا المبلغ نتيجة فقط تنقله، فكيف سيعيش؟ أسطوانة الغاز ب 19 ألف أو إلى 15 ألف. إذا عدنا إلى إدلب سعد العقيد، رغبة روسية، رغبة النظام في السيطرة على كامل الأراضي السورية وفي القلب منها طبعا المنطقة المحررة في إدلب، هناك اتفاق، ربما هناك بعض العوامل الأخرى تمنع هذا الاجتياح من قبل النظام ومن قبل روسيا، لكن في المقابل أيضا تركيا لها حسابات فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي ترغب في إنشائها في شرقي الفرات وفي منبج. هناك من يتحدث ويقول بأن تركيا يمكن أن تساوم بالفصائل على المنطقة الآمنة أو بالمنطقة الآمنة على الفصائل في مدينة إدلب، هل يمكن لذلك أن يحدث؟ بالنسبة إذا أردنا أن نقرأ قراءة واقعية،
اليوم منطقة إدلب والمنطقة المحررة هي يعني محكومة باتفاق سوتشي بين الروس وما بين الأتراك، أما منطقة منبج هي محكومة باتفاق يعني خارطة الطريق ما بين الولايات المتحدة وبين تركيا، كذلك المنطقة الآمنة التي يتحدثون عنها. ونريد أن نقول يعني للمستمعين ما هو الفرق ما بين المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة. المنطقة العازلة هي منطقة جغرافية يتم احتلالها من قبل قوات أممية بقرار من مجلس الأمن تفصل بين المتقاتلين وتمنع أي اقتتال بينهما. أما المنطقة الآمنة كذلك من حيث أنها منطقة يجب أن تكون خاضعة للأمم المتحدة، ولكن هي ملاذ آمن لكل اللاجئين الذين يتضررون من الحروب، ويتم مرافقة هذه المنطقة بريا حظر جوي عليها حتى لا يتم ضربة من الجو أو من البحر أو من البر. لذلك هذه المنطقة الآمنة التي اقترحتها تركيا من 2013-2014 وتم رفضها آنذاك، وكانت من أجل أن تكون منطقة آمنة للشعب السوري الذي كان يضربه نظام الأسد بالبراميل وبالصواريخ الاسكود وبالكيماوي وغيره. ولكن اليوم الانسحاب الأمريكي المفاجئ، الإعلان عن الانسحاب الأمريكي المفاجئ من شرق الفرات، خلط الأوراق مرة أخرى وجعل الولايات المتحدة ومستشارين ترامب من يعني من الخارجية والدفاع والكونغرس، حتى جراهام تكلم كثيرا عن هذا الموضوع بأنه يجب الموافقة ما بين الحليفين، الحليف الاستراتيجي وهو تركيا التي هي عضو في حلف الناتو وللولايات المتحدة عدد كبير من القواعد في هذه المنطقة، وما بين الحليف المؤقت الذي تكلموا عنه وهو الوحدات الحماية الكردية أو اليبجي ومشتقاتها كما يقال، التي حاربت تنظيم الدولة داعش ولا تزال في آخر جيب من هذه الجيوب في منطقة هجين. يعني لم يتبقى إلا 2 كيلومتر مربع في هذه المنطقة. إذن الولايات المتحدة اقترحت أن تكون هذه المنطقة الممتدة على طول 460 كيلومتر من ضفة الفرات الشرقية وحتى آخر نقطة في الحدود السورية التركية بعمق 30 إلى 32 كيلومتر، أن تكون هذه المنطقة ملاذا آمنا للشعب السوري، لأن الشعب السوري الذي تم تهجيره لا يقبل بأن تعود قوات النظام إلى هذه المنطقة، لأنه هو بالأساس فر من هذا النظام ومن جور هذا النظام حتى يتم الحل النهائي. الأتراك هم مستعدون لهذه المنطقة وقدموا قالوا بأننا مستعدين لنقدم كل الخدمات لهذه المنطقة ليتم تأهيلها لأن تحوي 4 مليون لاجئ في هذه المنطقة. يعني حساب بسيط، 460 كيلومتر بعمق 32 كيلومتر بحدود 13000 كيلومتر، يعني أكبر من عدد سكان لبنان، من مساحة لبنان هذه المنطقة، وتحوي عدد كبير من المدن، تمتد على 3 محافظات حلب والرقة وكذلك منطقة الحسكة. إذن هي لعودة اللاجئين، وأيضا من ناحية أخرى حماية للأمن القومي التركي، ليس كذلك التركية. والحدود التركية، وهنا أيضا سؤال أعود إليه مرة أخرى، هل يمكن أن تقايض تركيا التي تصر على إنشاء هذه المنطقة بالاستقرار في إدلب وتضحي بالفصائل؟ لأنه البعض يثير هذه الشكوك وهذه الاتهامات لتركيا بأن تركيا تستغني عن الفصائل بما أن هناك في هيئة تحرير الشام وتسلمها للنظام وتسلمها الروس في المقابل تأخذ المنطقة الأمن. هناك من يثير هذه الشكوك والاتهامات. هذا أمر غير واقعي بالبتة، يعني غير واقع، لأن قلنا شرق الفرات هناك اللاعب الأمريكي هو الأقوى وهو المسيطر حتى الآن، ولا توجد انسحابات، وفي هذه المنطقة الروس، وهناك يعني فرق كبير ما بين الوضع يعني أو نظرة الأتراك إلى وحدات الحماية الكردية والنظرة إلى الفصائل في هذه المنطقة. وحدات الحماية هي تعتبر وحدات إرهابية قتلت الشعب التركي والشعب السوري
السوري في هذه المنطقة وتريد الانفصال بجزء من الجغرافيا السورية من أجل روج أوفا أو غرب كردستان كما يقولون. أما بالنسبة للفصائل الثورة السورية هي خرجت من أجل الدفاع عن المواطنين السوريين، وهي متمسكة بالوحدة الوطنية ومتمسكة بالتراب الوطني ومتمسكة بكل مكونات الشعب السوري. يعني الثورة السورية تريد سوريا كما هي، 185 ألف كيلومتر مربع، تريد 23 مليون أن ينتظموا في دولة مدنية حضارية يحكمها القانون وليس تحكمها الأهواء ولا يحكمها العصابات ولا تحكمها الطوائف ولا يحكمها أي شيء، يحكمها القانون. يعني أن تكون دولة كباقي دول العالم المتحضرة. يعني بالتالي لا يمكن لتركيا أن تفعل لا ذلك. أتوقع هذا أمر مطروح نهائيا في تركيا، لأن ما سمعناه بالأمس في مجلس الأمن القومي التركي يضحك كل هذه الشائعات وكل هذه الأوهام، هي جزء من الأوهام أو جزء من حملة ضد تركيا، لأنها لا تزال متمسكة بمقاطعة نظام الأسد، متمسكة بحماية الثورة السورية أو حتى على الأقل تقديم العون الإنساني وتستضيف أكثر من 4 مليون لاجئ داخل أراضيها. في ظل الحديث عن إدلب ومستقبل هذه المنطقة وربما مستقبل سوريا بأكملها، يحضر ما أشرت إليه قبل قليل سعد العقيد، هو قانون سيزر أو قانون قيصر الذي بموجبه فرضت الولايات المتحدة أو تفرض الولايات المتحدة عقوبات على نظام الأسد. هل هذا القانون يقطع الطريق على تمديد أجل النظام في هذه المرحلة؟ نظام الأسد هو ساقط منذ اليوم الأول لقيام الثورة. نظام الأسد كان يحكم الشعب السوري بالخوف والإرهاب عن طريق الفروع الأمنية التي يعني من يطرق الباب ويأخذ أي شخص يعني يعتبر في عداد المنتهيين. عندما خرج الشعب السوري وقال يسقط هذا النظام، سقط هذا النظام فعلا، ولكن من يمد هذا النظام بالسيروم هو الروس والإيرانيين والميليشيات. يعني الروس اعترفوا بوجود 62 ألف روسي بالإضافة إلى قاعدتين عسكريات بالإضافة إلى حضور روسي في مجلس الأمن وفي كل المحافل الدولية لتأهيل النظام. كذلك الإيرانيين الذين لديهم أكثر من 120 ألف مقاتل على الأرض السورية. نعم. إذن هؤلاء الذين يحتلون سوريا لا وجود لنظام الأسد في هذه في هذه الخارطة الجغرافية اليوم حتى في سوريا. أما أن يبقى هذا النظام فهذا أمر مستحيل. وما قانون سيزر الذي تم توقيعه من قبل مجلس النواب الأمريكي وكذلك القراءة الأولية له كما يسمونه في المجلس الشيوخ بفارق 79 صوت لصالح هذا القانون بالمعارضة بحدود 16 صوت أو 15 صوت، ولكن هذا القانون عندما يتم توقيعه من قبل مجلس الشيوخ ويصبح على طاولة الرئيس ترامب يلزم الرئيس الأمريكي كائنا من كان أن يستخدم هذا القانون ضد هذا النظام الذي بموجب هذا شعب. بموجب هذا القانون تفرض عقوبات على النظام وعلى داعم النظام وعلى كل من سيقدم دعم وكل من يقدم وكل الميليشيات والشركات. وبالتالي إذن إيران مستهدفة، إذن روسيا مستهدفة. بالضبط بالضبط، إيران مستهدفة اليوم وروسيا أيضا، وروسيا مستهدفة. الرئيس الإيراني خاتمي قال العقوبات التي اليوم منذ 40 عام لم تشهد لها إيران في هذه المنطقة نتيجة القراءة أو التكلم عن قانون سيزر، ارتفع الدولار أمام الليرة السورية من 480 ليرة إلى 530 ليرة اليوم، هذا في على الواقع. ولكن عندما يتم فرض هذا القانون أو نفوذ هذا القانون أتوقع بأن الأمر سيختلف بشكل كبير وسيستهدف البنك المركزي ويستهدف الطائرات والقطع التبديل وداعمي النظام والشركات التي تدعم هذا النظام بشكل كبير. تعتقد الغرض الرئيسي من إثارة هذا القانون يعني قطع الطريق أمام تأهيل هذا النظام؟ هذا النظام ليس مؤهلا ولن يكون مؤهلا، وكل هذه المحاولات التي تبذلها روسيا وإيران هي ستكون طيب هو بكلمتين سعد العقيد، الابتزاز الإيران إيران والروس لمزيد من دور أمريكي أم فعلا لقطع الطريق أمام مد أجل النظام وبالتالي يسقط النظام؟ أن النظام
يعني لا يهمه شعبه، يعني لا يهمه شعبه جائع كان أو منهوك أو مقتول أو غيره، المهم هذا النظام يريد أن يبقى على سدة الحكم وأن يعني يريد أن يكسب مزيد من الوقت. ولكن الإيرانيون والروس بالتالي خاصة الروس هم براغماتيون، يمكن إذا تحقق لهم ما يريدون في سوريا أن يتم إنهاء هذا النظام، لأن هناك ضغوط شديدة اليوم على روسيا نتيجة التحالف الموجود مع إيران. هناك ضغوطات إسرائيلية، إسرائيل تقوم كل فترة بضرب مواقع مشتركة لقوات النظام والقوات الإيرانية ولقوات تابعة لإيران، وهذا يضغط بشكل كبير على الروس، بالإضافة إلى مواقف عدد كبير من الدول العربية وغير العربية التي تسعى إلى قتال وإخراج إيران من سوريا. شكرا جزيلا لك سعادة العقيد أحمد حمد، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة، شكرا لك. أهلا وسهلا بك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.